الأهم من كده حضرتك الأتموسفير اللي كنت أنت فيه، من أخلاقيات، من أدب، من اهتمام، من أسلوب في التعامل، من فن، من سمع فن، من مزيكا، من رقي في كل شيء. يعني لأ، الموضوع يا جماعة اختلف، اختلف إلى حد كبير جدا. تصور بقى النهاردة لو الأستاذ عمار يا حبيبي كان موجود و سمع كان هلحن ل ما اعرفش، بس يعني اكيد 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 كان تمنى ان او يعني الحمد لله اكيد ما كانش هيواكب العصر. انا بس عايز اقول على حاجه برضو مهمه، واحنا بنتكلم عن عمار الشريعي، ان نفتكر صحبه عظيمه من شعراء مصر طبعا اللي شاركوا في هذه التجربه. يعني السيد حجاب والأبنودي، وطبعا الاستاذ عمر بطيشه والاستاذ عبد السلام امين والاستاذ شوقي حجاب. يعني عمار كمان كان يعني في صحبه يعني مش عارف اقول ايه، يعني مش عارف اوصفها ازاي. المعاني اللي قدموها العظيمه دي، الأغنية دي فيها اللي لسه سامعينها دلوقتي، وبنحيي فعلا الأستاذ عمر بطيشة لأنه هو مظلوم في الحكاية دي. ناس كتير قوي وهتلاقيها على النت كتير فاكرينها بتاعت الأستاذ سيد حجاب، إنما هي بتاعت الأستاذ عمر بطيشة. إنما مثلا الغنوة دي فيها شيء في منتهى الغرابة اللي في الدنيا، أنا يعني بتوقف عنده كشاعر، إنه شعور الشاعر اللي كتب اللي هو بيمثلنا كلنا، كل واحد فينا، طلع الطيارة قعد جنب الشباك، حصل معاه مشاعر شديدة الذاتية، مشاعر أنا كويس، إزاي قدر بهذه البساطة عمر بطيشة يخليها الحديث بصيغة الجمع، وإحنا ايه اولها، واحنا فايتين على الحدود، واحنا فايتين على الحدود، فايتين مش وانا فايت، مش وانا فايت على الحدود كويس، وبعدين مستمرين في الصعود كويس، وبعدين يوصل لانه ملنا على الشباك نخبي دمعه فرت، هو لوحده، هو لوحده اللي مال على الشباك، ده مش شعور جماعي، يعني فكرة الناس وبداني دمعة ده شعور فردي تماما. ازاي اتحول بهذه البساطة الى انه شعور جمعي، بقى شعور جمعي وازاي احنا يعني استقبلنا ده، يعني انت عارف التأثير هيبقى اقل لو كان مطرب واحد اللي غناها، ده حقيقي طبعا. الراجل اللي ساعد على التوصيل طبعا، انها بقت يعني علاء كان بيتذكر وهو في المدرسه وبيلعب لعبين الكوره في حوش المدرسه، كل واحد كما لو كان بيمثل فرد في مجموعه. صحيح، بس هي بتوجع اكتر اللي عايش بره، يعني اغنيه بتوجع كل اللي عايش بره. بتسمعيها وانت في المانيا عند حضرتك طيارة ماشية، لا دايما غصب عني بيحصل لي استدعاء لها. صحيح. لما تغربتي وانت حضرتك عايشة بره دلوقتي تسمعيها وانت هناك؟ هو انا بس لما في بعض العرب، يعني الاصدقاء العرب من اي بلاد، فبيعرفوا ان انا المطربة اللي كنت بغني الاغنية دي، اقسم بالله بيبكوا، وهم ممكن يكونوا مش مصريين على فكرة، بس هي الحالة العامة لكل البلاد، لكل واحد مغترب كمان. صحيح. يعني هو أي حد سافر، فهي الأغنية دي أعتقد يعني هتبقى من الأغاني الخالدة، يعني صحيح. الأغاني الموجودة، لأن هي أي حد ولازم أغنيها، يعني أنا في قعدة أي قعدة بتغنيها أرجوكي غنيها، طب أجيبهالكوا على شريط، طب اسمعوها، لا معلش يا ريت تغنيها، ويبقوا تقعدوا تبكوا مع بعض، أنا بقى العيط بكائية، وبعدين بكون معاهم، يعني أنا في اللحظات دي بحس نفس الأحاسيس اللي هم حاسينها، مع إن أنا راجعة، أنا عارفة إن أنا راجعة، أنا عارفة إن أنا مش هقعد على طول في عمري، يعني ما هقعد بره كتير، ومع ذلك بيجي لي الإحساس، لأنه الكاتب زي ما أستاذ جمال قال نقل حتة دين، حالة غريبة جدا، حالة بتيجي ووصفها بالإحساس بنفسه، يعني كل واحد حاسس عايز نفسه. عايز أسأل حضراتكم جميعا سؤال، هي مش دي أغنية وطنية بامتياز؟ طبعا طبعا طبعا، وما فيهاش لا يا لا ما فيهاش عصبية خالص، بالعكس فيها مشاعر، يعني كلها مشاعر وأغنية وطنية بامتياز. صحيح، أنا أعتقد كمان هي أغنية، يعني أكتر أغنية
في حب مصر يعني في حب مصر المختفي يعني اللي هو مش دايركت لا يعني مش دايركت لي يا مصر يا حبيبتي اللي عامله لا هي اتعملت بشكل يعني غير مباشر. بس هي هي مجموع هذه الاحاسيس يوديكي للمعنى الوطن طبعا الوطن معنى الوطن بالظبط معنى الوطن استاذ سيد حجاب قال برضه في كتابه الاعدام حبيبتي بين ضفايرها طل القمر وبين شفايفها ندى الورد بات ما قالش مصر صحيح يعني ازاي الحب ده بيوصفه حبيبه يعني بيعشقها وبيعشق ترابها ونيلها للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه الفا قنوات الاسره العربيه